صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو سي بي سي مصر تنتخب، فقرة الصحافة. ضيفنا اليوم الأستاذ الكاتب محمد أمين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا صدر. احنا نبدأ إن شاء الله بأخبار بمنشطات الرئيسية للصحف. نبدأ بالأهرام، بتقول 10 أحزاب تحت قبة البرلمان في المرحلة الأولى، 80 مقعدا للإخوان و33 للسلفيين و3 لشباب الثورة ومثلها للوطني المنحل. أبرز الفائزين: الخضيري اللي هو المستشار الخضيري، والنجار اللي هو الدكتور مصطفى النجار، وفرغلي وداود وأبو حامد. أبرز الخاسرين: طارق طلعت مصطفى، وعبد المنعم الشحات، وحمدي حسن، وحيدر بغدادي. المصري اليوم بتقول: تفتح ملف أسباب صعود الإسلاميين. المصري اليوم بتحاول أنها تفتح ملف للإسلاميين كسبوا، بيقولوا اللجوء إلى الله. سألنا الذين منحوهم أصواتهم فقالوا تعبنا، ودول ناس بيعرفوا ربنا. الأحزاب بتقول انهزمنا لأنهم لعبوا بالدين. عكاشة: الفقراء يبحثون عن الحياة الكريمة والجنة. الغنوشي، الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي، بيقول للإخوان: تحالفوا مع العلمانيين والأقباط ولا تكرروا تجربة الجزائر. مشاركة الإسلاميين في الحكومات تقلل من تطرفهم، وتطبيق الشريعة ليس من أولوياتنا. جريدة الحرية والعدالة بتقول أو بتنفي أي تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بشأن معاهدة السلام. واليوم السابع أيلة العكس تماما، أو نقلة عن أحد مستشاري أوباما: الإخوان تعهدوا لنا بالحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل. جريدة الشروق بتقول حكومة الجنزوري تؤدي اليمين، والمشير يكافئه بنصف صلاحيات الرئيس. محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية، وحسين مسعود أول وزير مدني للطيران. روزا اليوسف بتقول خطة أمريكية لمحاصرة التيار الديني في حال استيلائه على السلطة. بأمر من مبارك حبيب العدلي سلم الأجهزة الأمريكية ملفات الجماعات الإسلامية. المخابرات المركزية أوصت بتعيين العدلي وزيرا للداخلية. بنختم مع جريدة الأخبار اللي بتقول في صفحتها الأولى: المشير يلتقي بحكومة الإنقاذ الوطني عقب أداء اليمين. أولويات عمل حكومة الجنزوري: الاستقرار الأمني وإعادة عجلة الإنتاج ومكافحة الغلاء. الدعم الكامل للشباب ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة والأسر الأكثر احتياجا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وبكرر ترحيبي بالأستاذ محمد أمين ضيفنا النهاردة. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا أستاذ. أنا الحقيقة لافت نظري موضوع التقرير أو البحث اللي معمول في المصري اليوم. هل ترى أن هناك تحريضا على الإسلاميين في الإعلام؟ أو لنعيد صياغة السؤال، مش كلام اللي بيتقال على الإسلاميين دوت بقاله بيتقال أكتر من 40 سنة، ورغم كده فازوا عبر صناديق المفروض ان احنا بنعتبرها نزيهة، او شهادات نزاهتها تواترت، وانه دوت ممكن يكون بيزود من رصدهم عند الناس. هو الحقيقة مش تحريض، انما في اسباب للدهشة، في اسباب لانه الناس تقول هو ايه اللي بيحصل. يعني احنا كنا بنعمل ثورة عشان تيار معين يركب الثورة، ولا احنا رايحين على فين بالظبط؟ الاعلام مخضوض لانه بيعكس الخضه اللي موجوده في الشارع، المخاوف. طب انا عايز اسال سؤال تاني. اتفضل. اللي مخضوض جزء صغير من النخبه ولا الشارع فعلا مخضوض؟ يعني انا بمنتهى الامانه شايف انه مشروع الاسلام السياسي بقى له 50 سنة طارح نفسه على الأمة العربية. نعم. والمصرية كلها، ومهمش. نعم. أو نعم. كان مضطهد أيا كان التوصيف، كان محظور اللي هنستخدمه، محظور مهمش ممنوع. فأليس منطقيا بعد أنه المشروع الإسلامي ما يقعد 40 سنة بيقول أنا الحل، الإسلام هو الحل، أيا كانت، مش طبيعي
الناس تقول يديله فرصة يعني. أنه تديله فرصة خصوصا أنه هو موجود وسط الناس. نعم، لكن حين جاء يمارس هذا الدور مارسه بشكل فيه فجاجة، لأنه الإسلام السياسي مش ما هوش فصيل واحد، هو لو احنا قلنا فيه الإخوان وفيه النور ويمكن أنا وفيه الجماعة الإسلامية وفيه الجماعة وفي الوسط وفيه كل حاجة كل دول إسلامية. وهذا الخطاب حتى الناس بلاش اللي هم اللي انت تقدر تقول عليهم ايه الليبراليين اللي هم او حياتك بتقول الاعلام بيحرض اللي هم جماعه ما انا بس بتحرض عليهم. انا احيل حضرتك الى مقال كاتبه كاتبنا الكبير الاستاذ فهمي هويدي في الشروق بيقول المجتمع استعداء واستعلاء تقريبا، لا ده هو دلوقتي كاتب مقال النهارده مقال النهارده اللي هو بقى في ايدينا دلوقتي بيقول في ايه المجتمع يصدر حكمه او المجتمع اصدر حكمه على مين؟ على عبد المنعم الشحات. بيقول جمله مهمه جدا، بيقول الخطاب اللي كان بيتبناه عبد المنعم الشحات كان يعتبر فيه اهانه شخصيه له. شوف الجمله بيقول ايه، يعني لو اردت ان انا اقرا لك السطرين. اتفضل بكل سلوك. بيقول لا اخفي شعورا بالارتياح ازاء سقوط ممثل الدعوه السلفيه اللي هو عبد المنعم الشحات في اسكندريه، واعتبر ذلك السقوط رساله وجهها المجتمع اليه. ده فهمي هويدي. يعني مش اي اعلام بقى، انا بدي لك بخلصك الاعلام مش كله كان بيقول علشان هو يعني عايز ينتقم مثلا من الاسلاميين. وهذه رساله وجهها المجتمع اليه، ينبغي ان يقراها جيدا هو وامثاله من غلاة السلفيين الذين لم يكفوا عن تخويف الناس، هناك تخويف بالإساءة إلى الدين والدنيا، حتى إنني قلت حين سمعت بالنتيجة إن الخبر فيه لبس، ولا بيقول إيه ليس من الذي نجح وإنما الخبر الحقيقي أن الرجل رسب ولم ينجح. بقول لا أعرفه شخصيا لكني كلما سمعته تابعت كلامه في وسائل الإعلام أحسست بأنه يوجه إلي إهانة شخصية إليه هو. إذا كان هذا هو الكاتب الكبير فهمي هويدي، وهو من هو؟ وهو من أكثر المتحمسين للإسلاميين. إذا هذا رد بسيط هو وسريع يعني أسعفني به الأستاذ فهمي هويدي. بدأ أنا ما أقول لك إنه مش كل الإعلاميين بينتقموا من الإسلاميين، وهم الإسلاميين ناس مننا وناس وطنيين جدا. يعني وانا كان كانت ليها ملحوظه، حضرتك شايف انه ما يحدث في الاعلام ليس تحريضا ليس ضد تحريضا هذا، بالعكس هم كويس الذين كويس بذروا بذور الخوف. خلوا الناس هي اللي تشعر بالخوف منهم من خلال شخصيات من خلال زي شخصيات تحدث عنها الاستاذ يعني فهمي. احيلك معلش اسمح لي عشان استكمل الفكره ومش هقول الكلام انا، أحيلك إلى نص كلمة بتاع كاتبنا الكبير أحمد رجب بيقول إيه. هو لم يشر إلى اسم عبد المنعم الشحات لكنه قال نهنئ التماثيل في الميادين والمتاحف بسقوط المرشح، يريد أن يقول هو الشحات الذي أراد أن يغطيها لأنها أصنام، كما نبارك بسلامة العودة للتماثيل التي فرت من مصر خوفا من المرشح والعاقبة عندكم في المسرات. ولذلك أنا سميت هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى للانتخابات هي بجولتيها الأولى والثانية، أنها مرحلة الخلاص من الشحات. يعني 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 هذا النموذج من هذا اللون من السياسيين، هذا اللون من السياسيين. ولذلك إحنا كلنا طالبنا الإسلاميين بتغيير الخطاب السياسي. بما أنك أردت أن تمارس السياسة فعليك أن تلتزم بقواعد السياسة وتلتزم بأن مصر دولة مدنية وأننا نسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية، وإن شئت أقول دولة ديمقراطية علمية كما أرادها الدكتور أحمد زويل برضو. يعني نحن نريد دولة متحضرة، دولة حديثة. الثورة دي قامت عشان تعمل حرية وكرامة إنسانية. أنت بقى هنا يتداول دلوقتي برضو انه الناس كلها بتحتفل يعني بسقوط الشحات، ودلوقتي يقول لك يحيى المايو، وكأن القضية كلها كانت بالنسبة انحصرت في مايو وتماثيل وحاجات. انت جاي عايز تعمل للناس دي ايه؟ يعني اذا كنت انت جاي فعلا واخدت شرعية من الصندوق
يعني شرعية الصندوق حاجة وشرعية الميدان حاجة. لأن للأسف اكتشفنا أنه الصناديق أفرزت تيارا وحيدا وواحدا، لأنه لما نجي أعمل لحيطك النتيجة المرحلة دي كانت إيه؟ لا حضرتك معتبر أنه نتيجة الانتخابات كده أفرزت تيارا واحدا؟ نعم، اللي هي لا تمثل المصريين جميعا. ولما أنا أجي أبص لحياتك أقول لك بس النتيجة فيها عدة تيارات فيها، لكن ممثلين بإيه؟ يعني أنت لما تيجي تشوف مين أنا عملت كده نص صغير، الحكومة والثورة والانتخابات. الحكومة والثورة والانتخابات. لو جيت تشوف الحكومة، من الذي مثلها من الثورة؟ أقول لي حضرتك أقول لك، عندك شباب صغير اللي هو خدوم المساعدين، وأنا واخد خبر برضو صغير نشرته جريدة الأخبار. أيوة. اللي هو بتاع هالة وهبة. هالة وهبة مساعدتان لوزير الصحة. هالة وهبة هم دول مساعدين لوزير الصحة، هو ده اللي طلع للثورة في الوزارة الجديدة. مصطفى النجار صديقك وصديقنا وحبيبنا وشاب ثوري جميل، قدم نموذج جميل للشاب الثوري، خد معركة شرسة المحترم في كمان، يعني فضلا عن شراسة المعركة واتهامات وكذا، لكن الانتخابات أفرزت مين؟ أفرزت مصطفى النجار من شباب الثورة. الحكومة أفرزت مين؟ هبة وهالة من شباب الثورة. بس لك أن تتخيل، ده ما يمنعش أنه مصطفى النجار كان من الذين اعتذروا عن المشاركة في وزارة الجنزوري. معلش ليكن هذا واحد برضو، يعني إذا كان هو هنا وهنا، لكن لما فين بقى الحكومة اللي طلعت حكومة شباب؟ أنا هكلمك الأول على الانتخابات والنتيجة عشان أكلمك على شكل الإسلاميين موجود بأي حجم. هتلاقي عندي طبقا لروزا اليوسف قايلة إيه؟ قايلة عندي 77 مقعد أهوت بسرعة للإخوان، ولا 80 في أخبار في هو 80. هو الإخوان برضو، عشان نقول إن هذا التحالف الإخواني مع أحزاب 10 أو 11 حزب آخرين جابوا 77، لكن اللي فاز فيهم مثلا كمال عيطة مثلا، يبقى ده واحد مثلا. 77 مقعد للإخوان، 25 للنور، 16 للكتلة، 11 للوفد، و6 للفلول. أنا توقفت قدام الإحصاء السريع ده وعملته جمعته، لقيت إن 77 و25 للإخوان وللنور هتلاقيهم 102 مقعد، وهتلاقي في الكتلة والفلول والوفد و 33 مقعد، كلهم 135 مقعد. لما تيجي تقول لي طب الفلول نجح، هم كانوا بيقول لك إنه الشعب أسقط الفلول في الانتخابات. على فكرة أنا موضوع الفلول في الانتخابات والكلام ده ليه برضو، يعني أنا عايز أقول لك بس 6 من 135 ده نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة، ولكن حتى الفلول ده هم بينجحوا، فلول بينجحوا، وفد بينجحوا، إخوان بينجحوا، نور هينجحوا، لأن دول بيعتمدوا على عائلاتهم، دول معظمهم كمان في الصعيد. وده أقصد أقول إيه شكل هذا البرلمان بالطريقة دي. بس برضو يا أستاذ محمد، 6 نجحوا من بالنسبة مقارنة بكم الناس اللي ترشحوا وكم الناس اللي كان عندهم فرص في النجاح. نعم. يعتبر نسبة قليلة كده. نعم. يعني لازم نحيي الناخب على أنا أحيي الناخب ده، أنا بقول لحياتك أنا بحييه وبقول إن برضو الفلول دول هم عندهم، ما هو بيعتبروش فلول. يعني لو هو نزل بأي شكل هو واحد منهم، له عصبية ولا قبلية ولا ناس. طيب. لكن اللي أنا عايز أقوله لما تيجي تبص لشكل البرلمان بالعدد ده وبالكم دوت، هتلاقي، بس أنا عايز أربط الفكرة للناس، هتلاقي بالشكل ده ان التيار الاسلامي هو الذي يلاعب نفسه. التيار الاسلامي هو الذي يلاعب نفسه في هذه الانتخابات. لما تيجي بقى للغنوش يقول لهم ايه؟ خدوا بالكم، خليكم واعيين، ما تعملوش نفس كارثه الجزائر مثلا. حطوا ايدكم في ايد الناس اللي موجوده كلها، ليبراليين، علمانيين، اقباط، اي حد، لان انت بتعمل مصر للكل والمستقبل كبير. مصر للجميع وليس للجماعة. مصر للجميع وليس للجماعة، وهذا تعبير أردده. طب هل تتوقع حضرتك أنه يبقى فيه تحالفات من نوع مفاجئ؟ نلاقي مثلا الإخوان متحالفين مع الكتلة بدل ما يتحالفوا مع السلفيين، و والله في تصريح بما ان في معركه برضه ضاريه بين الاخوان والسلفيين، يعني في الانتخابات ولا بعد الانتخابات؟ في اثناء الانتخابات. اثناء الانتخابات. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني حصل في بعض الدوائر معارك ضارية بين الإخوان والسلفيين. في الإخوان والسلفيين دخلوا قدام بعض واصطدام، لكن إحنا والكتلة والليبراليين والدنيا والدين كلهم مثلا وقفوا ورا المستشار الخضيري علشان ينجح.
انت هنا ما اعتبرتوش مرشح الحريه والعداله ولا مرشح الاخوان، انت هنا قلت هذا النموذج الوطني العظيم اللي هو خاض بينما السلفيين دعموا خصمه ليكن، لكن الشعب قال كلمته وقال يجب ان نطوي هذه الصفحه بالذات على في هذا المكان وفي هذا الاسم تحديدا. هذه الصفحه طويت، وكان يجب ان الناس تعرف انه الفتره دي فتره للثوره، مش خلاص بقى العهد القديم يجب انه يكتفي عند هذا الحد وكان ينتهي. كمال ابو عيطه ده ما بينجحش عشان هو برضه في تحالف الاخوان والحرام، لانه كمال ابو عيطه محمد عبد المنعم، محمد عبد العليم داود لا ينجح لانه مرشح الوفد، لانه محمد عبد العليم داود اذن النجار تحطه عدل، تحطه كتله، تحطه وفد، تحطه حد شاب حلو جميل ينجح. لان واحنا كان نفسي يعني فيها ايه لو كان 50-60 مصطفى النجار في هذا البرلمان القادم. ولذلك انا بقول من الخطر ان يلعب الاخوان لوحده. وانا كنت دايما بقول ايام الحزب الوطني القديم المنحل، كنت اقول الحزب الوطني بيلاعب نفسه، وكان ده خطر جسيم وقد ادى في النهايه الى ثوره. فاخشى ان يؤدي لاعب الاخوان او التيار الاسلامي كله مع نفسه أن يؤدي إلى ثورة أخرى. طيب أنا متفق مع حضرتك أنه ده خطر كبير جدا، ولكن حضرتك تتوقع إيه؟ هل تتوقع أن يقع الإخوان أو التيار الإسلامي في مثل هذا الخطأ؟ أنا 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 بتوقع، أنا لا أراهن على بقى الإخوان يقع ولا التيار الإسلامي يقع في هذا الخطأ. أنا أراهن على الشعب أن يصحح المسار، وراهنوا على الشعب أن يعمل نوع من التوازن. وعندنا ما زالت الكرة في الملعب، وعندنا مرحلتين، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وأنا أعتقد أن المرحلة الأولى ستبقى درسا لكل الناخبين ولكل المرشحين. يعني لابد الناس اللي تكاسلت وقعدت، كان في مرشحين كتير بيطلعوا علشان يعمل دعاية فبيطلع على الفضائيات. أنا بقول للناس انزلوا للشارع، لأنه في نوعين من النضال، الذين يناضلون على الشاشات الفضائيات، والذين يناضلون وسط الجماهير وفي الحواري وفي الأزقة وفي الشوارع وفي الريف وفي ده. فالإخوان عملوا إيه؟ الإخوان نزلوا في وسط الناس، بينما معظم الذين قاموا بالثورة والليبراليين والكتلة والناس دي كانوا مشغولين بالثورة في ميدان التحرير. انت تلاحظ ان الاخوان، يعني دون ان افتأت على الاخوان، انا ويمكن انا حضرتك كنت بتقرا الخبر بتاع روزا اليوسف اللي هو خطة امريكية المحصر الديني وبامر مبارك مش عارف حبيب ايه، والمخابرات اوصت بتعيين ايه، وان الاسلاميين هيعملوا كذا. انا يعني الحقيقه انا ليا موقف، انا لا استطيع ان اتهم احد من المصريين بانه بيشتغل لحساب حد او بيعمل لحساب حد الحقيقه، يعني ولا موضوع السلفيين ولا الاسلاميين ان هم راحوا ادوا تعهدات من غير اي تعهدات لاي حد. لا في حد يعني هيفرط في وطنيته ولا في بلده ولا ممكن يخرج على المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية وكذا، ما مش مسموح. وخاصة انت عندك جيش موجود وعندك قوات مسلحة قاعدة، قوات مسلحة ما سلمتش يعني حتى وهي جايبة الجنزور ومبسوطة بيه وعايزة تقول للناس احنا بنديله كل الصلاحيات، ادته ايه الصلاحيات اللي منحته ليها؟ هي القوات المسلحة ترى ان هي الموجوده دلوقتي، وعلى فكره وهي اللي موجوده بعد كده. لا حد هيغامر بحرب، ولا حد هيروح يهدد اسرائيل، ولا في خوف من الاسلاميين، ولا هم هيعملوا الكلام ده خالص، ولا الشعب حتى هيقبل ان هم يعملوا اي حاجه في سكه انه اهدار مدنيه الدوله، او ان هو يدخلونا في حروب لا طائل من ورائها، او يهددوا بالقاء اسرائيل في البحر زي ما كان في وقت من الاوقات من واحنا نرميها في البحر. فأنا مش عايز نتهم حد، ومش عايز أنا بتهمهمش في أي شيء، لا أتهمهم في مصريتهم ولا أتهمهم في أي شيء. وبالتالي أنا شايف إن هم هيبقوا كويسين. أنا مش قلق، أنا بشكل شخصي أنا مانيش قلق على حاجة.
أنا دائما متفائل، دائما عندي شعور بأنه المصري يستطيع أن يدهشك في لحظة أنت تظن أنه انتهى. الذين كانوا يقولون مصر رايحة على فين، وأنا كنت واحد منهم، المصريين دول نايمين وناموا واستسلموا. المصريين هم اللي عملوا هذه الثورة المدهشة العجيبة الرائعة اللي أنا وصفتها النهاردة، ودي عبقرية الشعب المصري أنه هو يدهشك طول الوقت، وأنه يستطيع أن يقدم الجديد لدرجة أنه يبهر العالم فعلا. عموما احنا هنكمل بعد الفاصل مع الأستاذ محمد أمين، هنتكلم عن الحكومة اللي أخيرا تشكلت وأدت اليمين الدستورية، وبعض التحفظات ربما أو الآراء حول بعض وزرائها، وهنتكلم برضو عن شكل البرلمان القادم وما يمكن أن يفعله وما يمكن أن يتعثر أمامه في فترته القادمة. تابعونا بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره تانية مع استوديو سي بي سي مصر تنتخب وفقره الصحافه. معانا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد امين، بنعيد ترحيبنا بيه ونخش على التشكيل الوزاري الجديد بكافه وزرائه المعلنين والمخفيين يعني تحت غطاء السريه. ايه رايك في القصه بتاعه وزاره الجنزور؟ والله في ملاحظات كتير على الوزارة. أولا الملاحظة الأولى كانت على الجنزوري، ودي مش محتاجين نعيدها لأنه كانت على الجنزوري نفسه أنه دي وزارة ثورة، فيجب أن تكون وزارة ثورة فعلا حقيقية، وأنه يكون حد بس يدلنا أمل أنه برضو دولة فيها حيوية، دولة يعني ممكن تنبض بالحياة كده، ويبقى في شاب كده. يعني إيه المانع 50 سنة؟ ده في دول عظمى بيحكمها الناس عنده في الأربعينات وأواخر الثلاثينات كمان يعني احنا ما إنما لما تيجي تبص لهذه الحكومة، أنا كان رأيي أنه أنت هتشوف بعض العناوين بيقول لك وأخيرا الجنزوري أو حكومة الجنزوري تؤدي اليمين الدستوري. لما تيجي تقول وأخيرا، يعني حالة كلمة أخيرا دي بتشرح حالة الارتباك اللي كانت فيها الحكومة، ومانيش عارف ليه هو كان لازم يعمل حكومة من 30 وزير مثلا، يعني ما كانش ده مطلوب ابدا. هو طبعا عمل حاجه المره دي انا مسميها حكومه الالغام، يعني في الغام في حكومه الجنزوري، حكومه الالغام. لكن طب هو اكبر لغم في الحكومه دي. هو الحقيقه دلوقتي عندك وزيرين، الداخليه والاعلام. لكن انا الاول خليني اقول لك انه في مسائل تتعلق بالصلاحيه، في مسائل تتعلق بالجنزوري، في مسائل تتعلق بتركيبه الحكومه. موضوع الصلاحيه بتاع صلاحيه مباركه رئيس الوزراء، صلاحيه مباركه جنزوري. وعندك هو بيقول لك ايه لاول مره، يعني خد بالك احنا من فتره كده يلعبوا على فكره ان في شباب وفي سيدات في الحكومه، يعني الحقيقه ما فيش شباب الحمد لله، الحكومه كلها شايبه، حكومه عواجيز. ولكن هو قال ان في لاول مره هيبقى في اكتر من 2 من السيدات، فجاب 3. يعني سلام. حكومه فايزه ونجوى وناديه. تقدر تقول حكومه فايزه ونجوى وناديه، الدكتوره فايزه والنجا طبعا موجوده من قبل كده، حكومه عابره للوزارات وللعصور. وانا شخصيا الست دي انا بحترمها جدا، يعني ما ده ليس تقليلا منها. عندك بقى نجوى وناديه الجداد، واحده للتامينات وواحده للبحث العلمي. هو كمان ضاف في المساعدين بقى، جاب زي ما قلت لك هبه وهالة، فدول بقى يلطفوا الجو، يعني برضو حاجه لطيفه كده. تبقى فيها شباب بس برضو جمعوا بين يعني المراه، يعني يبقى فيه. وبرضو انا بتصور انه هو حاول ارضاء الجميع، وحاول ان يكلم الاحزاب ويكلم الاخوان ويكلم الميدان ويكلم كله عشان ياخد منه. طبعا في ناس اعتذروا له مش قادرين يتعاونوا معاه، والدكتور عبد المنعم مفتوح بيقول كان معروضا عليه ان يكون نائبا لرئيس الوزراء في هذه الحكومه وهو رفض. الجنزوري من اول لحظه انا بعتقد ان هو قال احنا مش هيكون ليا نواب رئيس وزراء. بس هو يبدو كل الناس اللي ليهم علاقه حقيقيه بالثوره كلهم اعتذروا للدكتور الجنزوري لما قال لهم. انا اعتقد ده كان راي راجح جدا وصائب، انه الناس تعتذر لانه هذه الحكومه لا تمثل الثوره. وحتى انا كنت امال بتمثل مين؟ بتمثل المجلس العسكري.
وعلى فكرة بعض الصحف اللي قالت أنه الجنزوري يحصل على صلاحيات رئيس الجمهورية ده مش حقيقي. ولو واحد غير الجنزوري مش هياخد هذه الصلاحيات. طب الدكتور عصام شرف كان موجود ومشي، الدكتور معذور، الدكتور عصام شرف معذور لأنه ما كانت حكومته منزعة الصلاحية. معذور أنه مشي؟ لا معذور إنه لا مش معذور. معذور والله هو معذور في إيه بالظبط يعني؟ ما كانش واخد أي صلاحيات، ما كانش واخد أي حاجة. أنا عشان كده كنت بقول، أنا بقول للمجلس العسكري ليه بتتجنى كده على الثورة ليه؟ حقيقي كان لازم. انت عارف معنى قبل معنى الثورة ايه؟ انا بقول له انت عارف قبل معنى الثورة ايه؟ الثورة يعني تغيير شامل كامل، تغيير جذري. احنا شكلنا كده ما لحقناش حاجة. انا مش عايز، مش وقت ان انا ابوظ على حد اي حاجة. انا برضو ما زلت بقول يعني، انا كنت نفسي اقول قبل ما اتكلم خالص، اقول رغم تحفظاتي الشديدة على هذه الحكومة، إلا إن تبقى هذه الحكومة عايزة تعمل حاجة، وإحنا نفسنا إن الحكومة تعمل حاجة، لأن إحنا عايزين مصر تعبر. أنا امبارح كنت واقف في محطة، هقول لك تعبير، هقول لحضرتك، ما أنا هقول لحضرتك أهو، في تعبير قالوا لي والله، شاب واقف في محطة البنزين وأنا بماون كده واقف، فقال لي إيه الدنيا ماشية على فين وكده، قلت له ربنا يسهل. قال لي أنا قلقان بس لأن شوف الجملة، أنا وقفت قدامها شاب بيقول لي الاحتياطي بيتسرسب من بين إيدينا. شاب واقف مش يعني يدوب بيجيب لقمته واقف بيخدم في المحطة، بيقول الاحتياطي بيتسرسب من بيتسرسب من. قلت له بتقول إيه؟ قال بيتسرسب. والله ما يقولها واحد بتاع اقتصاد ضليع في الاقتصاد. قلت له أنت دراستك إيه؟ قال انا اعلام جامعه مفتوحه، واقف بيخدم في المحطه. الناس ممكن تبقى بتموت من الجوع بس عايزه مصر تعبر. علشان كده انا دلوقتي بقول، والميدان كله بدا لما الحكومه بدات تتشكل وكان رافض الجنزوري، بس لما بدات الحكومه تتشكل قال على الاقل ياخد يعمل كذا فيها، لانه هو مش ضد ان يبقى في حكومه ولا حكومه من اي حد، انما عايز شكل الحكومه وعايز مصر، عايز يشوف مصر قدامه بتعبر فعلا. فانا عشان انا برضه عايز مصر تعبر فعلا، بقول ربنا يوفقهم يعملوا حاجه. لكن هو كان حاطط قدامه حاجات كتيره قوي اكتر من اللازم. انا بقول لك كان اهم حاجه في الموضوع انه يحدد مهمه الحكومه. هو قال لك هذه حكومه للامن والاقتصاد، ودخل عجلة الاقتصاد لقيته يعني. بقى عمل 30 مؤتمر في 10 ايام، كل الصبح مؤتمر وبالليل مؤتمر وبتاع، وبيكلمني على مشروعات توشكا وشرق العوينات، وبيكلمني على خليج السويس وشرق التفريعة. هلا انت جاي تعمل ايه يعني؟ الدكتور جنزوري ما مش واضح قدامه مثلا، مش واضح. لا ده واضح ان هو اصلا، انا كنت زمان لما كنت بكتب على الدكتور جنزوري هو في الحكومة رئيس وزراء، كنت دايما انت تلاحظ ان كان اي وزير يجي يعمل لك مشروع كبير ليضمن ايه؟ مش عشان يخدم وبس، عشان يستمر لغايه ما يخلصه، عشان يضمن بقائه لحد ما يخلصه. عامل لك، كان جنزوري ده عامل مصر لحد 2017 وهو كان موجود 97 98 99. فطبعا ايه مصر 2017؟ عايز يقعد ل 2017 ودلوقتي لسه بيرجعني لتوشكا تاني. انت عارف تاريخ 2017 ده كانوا منقيينه ليه؟ كان عشان ايه؟ لانه تاريخ انتهاء الفترة الرئاسية السادسة للرئيس عشان نبقى مع جمال مبارك. وجمال مبارك لما جه يعمل تصوراته قال ايه؟ مصر 2050. اللي اخترع 2017 دي كان الدكتور جنزوري؟ هو بتاع 2017 ده. بس هو كان قال كده بقى الرئيس يا ربي يكون. اشمعنى ليه مش 2015؟ مش 2020؟ اشمعنى 2017؟ هو اللي بعدين عرفت بعد كده 2017 ده جنزولي. وعلى فكره انا بقى ارجع اكلمك على الالغام. طبعا المفروض لو احنا قلنا الامن، احنا قلنا الامن والاقتصاد وكذا. فكان حضرته المفروض يعمل الايه؟ يشوف حكومه من 10 الى 15 وزير، ما يكلفش برضه مصر كل هذه الاعباء وكل هذا البحث وكل هذه الوزارات وكذا. انا جاي في مهمه. انا لو جيت انت الصبح على بيتك لقيت في مشكله كبيره جدا بتحتشد لي وبتعمل كذا كذا بسرعه. لكن ده بينظم حكومه كانها حكومه ستبقى. يعني مع انه المفروض يبقى فاهم، والمفروض ده واضح عنده، ان حكومته لحد 30/6 اما يخلص انتخابات الشعب والشورى والرئاسه. طبيعي ان الرئيس الجديد لازم يعمل
حكومة جديدة، مش كده ولا إيه؟ إلا إذا قعدوا ومدوا، أو إذا الدنيا. لكن أنا بقى هرجع لك للإعلام والداخلية. اللي هو خلانا طول الوقت، أنا مش هقول لكم على الوزير لأسباب أمنية. يعني أنا نفسي أعرف دي، يعني هل كان ممكن الوزير يتخطف مثلا، يجي له عائلة؟ أنا مانيش عارف. أنا كاتب بكرة أو النهاردة بقى المفروض الوزير السري في المقال بتاعي في المصري، في عمودك في المصري. كاتب الوزير السري خلاصته بقى ايه؟ انه يعني طب انت كنت خايف من انك تقول لنا، يعني طب انت قلت لنا اهوت، يعني هو ده وزير هيطلع يشتغل في السر، ولا انت في النهايه هتقول لنا عليه؟ هل هو وزير ممكن تفاجئنا ويبقى هو حبيب العدل مثلا؟ يعني ترجع لنا حبيب العدل وزير فتقوم ثوره؟ ولا انت ايه الاسباب الامنيه في انك تقول لنا عن محمد ابراهيم؟ محمد ابراهيم هذا هو الرجل اللي كان مدير امن الجيزه، واللي هو بطل الموقع بتاعه المهندسين طبعا، ده مصطفى محمود ساعه السودانيين وكده. السودانيين الجنوبيين. بالظبط كده. لما تيجي بقى حضرتك تشوف القلق اللي عليه في التلف الضباط الشرطه، وتشوف انه كلهم معترضين عليه، وبعدين كان في وزير اخر او ناس مرشحين، هو يقول لك لا انا عايز افهم ايه فكره الوزير اللي يجي من الداخليه بس يبقى من المعاش مش من اللي موجودين. هل قيادات الداخليه رافضه ان حد منها يبقى موجود، ولا بقى ده هيبقى نظام، ولا انت بتجهز لايه؟ ايه الفكره اللي في الموضوع؟ ليه انا محيش الامل؟ يعني انا لو في طابور يتحرك وانا اخد عبد الرحمن يوسف منه اعمله وزير، طبعا انت مش عايز يبقى وزير. لا يعني مش عايز، انت على الاقل في حكومه الجنزير. لا لما انا جاي الا لو بقيت وزير سري وما قالوش اسمي خالص. وزير ممكن سري. ساعت. انا مش عارف يعني ايه الفكره. انا طبعا اي الحاجات كتيره كده قلت انه ممكن، هل هو خايف يبقى كذا، ولا خايف يبقى كذا، ولا كان هو المشير اللي هياخد الوزاره ويضمها، لانه عمليا المجلس العسكري هو اللي ايه مسؤول عن تأمين البلاد واستقرار البلاد. فأنا كنت بقول، ويمكن حتى لو كان المشير خدها، وأنا ضرب مثلا إن عبد الناصر بعد ثورة 52 هو اللي كان وزير الداخلية، سعد الزغلول بعد ثورة 19 كان هو الوزير الداخلية، فإيه المانع إن كان المشير بعد ثورة 25 يناير هو وزير الداخلية، وهو عمليا هو اللي بيمشي الأمور. نيجي لأحمد أنيس. أحمد أنيس اليوم السابع عامل له الحقيقة نص صفحة، بيقول انه في اتهامات تواجه انيس مع اول ايامه في وزارة الاعلام، وان ثوار مسبيرو بيقول ان هو لواء جيش من المقربين لمبارك احد انصار انس الفقي ضالع في كارثة التطوير. اتنين، اول من ثار ضده الاعلاميون، وبعدين وراء اغلاق الكثير من القنوات وتراجع التلفزيون في عهده. انا الحقيقة بقول لك من بداية كده، انا ما كانش يجب ابدا انه يبقى فيه خلاص اسامه هيكل مشي، وانه كان قبل اسامه هيكل ما كانش اصلا مطلوب يبقى فيه وزير اعلام. وحته ان يبقى فيه وزير اعلام ويبقى فيه حقيبه للاعلام في الفتره دي، المفروض بقى الاعلام بقى حر بقى خلاص. انت تنظم تعمل هيئه للتنظيم او هيئه قوميه او تعمل حاجه بهذا الشكل، او اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان يقوم بهذه الحكايه. انا الحقيقه سالت بعض قيادات التلفزيون، قلت لهم هل احنا المفروض كنا محتاجين حقيبه اعلام في الفتره دي؟ قالوا الحقيقه فنيا لا، الدنيا ماشيه، لكن اداريا لان في حاجات كانت تتعمل. قلت لهم زي ايه؟ قالوا لسه موضوع الهيكله وبتاع. قلت لهم طب مش المفروض المهمه الاساسيه لاسامه هيكل كانت الهيكله؟ لهيكل كان يقوم بهذه الهيكله؟ قالوا لي كان المفروض، لكنه عمل هيكله على طريقته، لكن عمل هيكله اخرى، وهم بيفتكروا له هم نفسهم افتكروا له ان هو اللي عمل موقعة ماسبير. ورط الجهاز الاعلامي، ورط جهاز الاعلام، ومع ان احنا قلنا المفروض ان هذا الاعلام يبقى اعلام شعب، اعلام ناس، مش اعلام نظام ولا اعلام سلطه. بنرجع تاني نعمل حقيبه للاعلام. يعني ده كلام اعتقد دلوقتي، لانه ما خدوش براينا في اي حاجه. يعني الحقيقه لا حكومه الجنزور خدت براينا في اي شيء، ولا قالت انه كفايه عليه 15 وزير. طب هم عملوا مجلس، ولا المجلس استشاري العسكري، ولا المجلس العسكري عملوا مجلس استشاري عشان ياخدوا براينا، ايه رايك؟ والله المجلس الاستشاري انا اعتقد، انا لا اشكك في نزاهه حد فيهم، كلهم ناس كويسين جدا، هم واخدين مجموعه من رؤساء الاحزاب، واخدين مجموعه من النقباء، واخدين مجموعه من شباب الثوره، واخدين
ناس ليهم خبرة قانونية عشان يعملوا، واخدين ناس من المرشحين للرئاسة برضو، فعايزين يعملوا مجلس استشاري. أنا عديت ثلاث حاجات أو كم حاجة كده يعني المجلس العسكري عملها اليومين دول، إنه عمل المجلس الاستشاري وعمل حكومة وإدى صلاحيات وعدل الإعلان الدستوري. أنا بعتقد إن هذه القرارات السريعة واللي المفروض إنها يعني بتحطك فعلا على طريق كويس، كان المفروض ديت على الأقل من شهر مارس الماضي مع حكومة الدكتور عصام شرف. وإن كنت يعني هذه كانت ممكن هي تكون فرامل لانهيار، لتقليل سرعة الانهيار اللي حصل في الثقة ما بين المجلس بالضبط، وكان يبقى ده استجابة للثورة فعلا. يعني انت بتقول انا عايز ناس منكم، لان خلاص الفكرة الحكم شركة او شراكة، ما هواش ناس قاعدة هي اللي تحكم من المجلس العسكري. لكن يبقى الرأي العام له دور. الثورة قامت عشان تقول حرية وكرامة إنسانية طبعا وخبز وده، فالحرية ديت إن الناس تقول رأيها وتعبر عن نفسها وكذا. الشراكة إن أنت تحكم من خلال شراكة مجتمع، يبقى في حكم إحنا شركاء. وأنا كنت عملت مجموعة من المخالات كده، بس ده كان في النظام القديم، وبقول شركاء لا خدم. احنا شركاء في هذا الوطن. طب دلوقتي كان المفروض الثوره تؤكد هذا المعنى. اكد بقينا شركاء ولا لسه؟ احنا شويه شويه كده، لا احنا شركاء ولا احنا ثوره ولا احنا انقلاب ولا احنا مش عارف، يعني احنا لسه ما وصلناش لصيغه. طب إن احنا اقل حاجه لسه خدم. لا احنا عمرنا ما اعتقدش ان احنا نبقى خلاص، يعني احنا حتى خلاص نفضنا ده. وذلك انا مش قلقان، بقول الشعب اللي عمل الثورة مش هيرجع تاني لنقطة الصفر، والشعب اللي عمل الثورة مش هيسيب حد تاني يتحكم فيه. كل الناس بتقول لك الثورة موجودة والميدان موجود، ولذلك أنا بقول لابد أن المجلس العسكري يحط قدام عينه أن كانت في ثورة موجودة وميدان تحرير موجود، ويحط قدام عينيه الإخوان برضو والتيار الإسلامي كله، يحط قدام عينه أن الثورة موجودة والميدان موجود. طب إذا كانوا عايزين يعبروا بالبلد دي فعلا. هل تتوقع المرحلتين اللي فاضلين لسه من الانتخابات يحصل فيهم ايه بالنسبة للنتائج؟ استمرار تصاعد التيار الإسلامي؟ أنا هقول لك على حاجة، طبعا التيار الإسلامي ممكن يحتفظ، لأنه أعتقد أن هو اللافت للنظر هنا ايه؟ النور، حزب النور، لأن الإخوان كانوا موجودين، الإخوان محققين 88 مقعد قبل كده وموجودين وبيمارسوا العمل السياسي المحظوظ. ها؟ دلوقتي بقى المحظوظ بيمارسوه، كانوا موجودين ب 77 88 كرسي 88 مقعد، هم المرة دي جابوا 77 مقعد من المرحلة الأولى، فهم موجودين. هو النور اللي طالع، الحصان الأسود اللي طالع عمالي، لكن أنا بعتقد إن ده يمكن يتراجع سنة في ضوء النتيجة المحبطة اللي حصلت، والشعب انتبه، وإن المجتمع يصدر حكمه زي ما بيقول الأستاذ فهمي هويدي. أنا أعتقد إن المجتمع يصدر حكمه، والصناديق اللي جاب ده مبعث التفاؤل. لكن أنا برضو بقول لازم البرلمان اللي جاي يبقى برلمان متوازن، يبقى فيه ناس فعلا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري. أنا قلت تعبير، هو تعبير يعني، أو أنا فكرت في فكرة كده النهاردة بس تراجعت عنها وبعدين قلتها تاني، انه انا شايف الصناديق كلها عليها وهم بيلزقوها بيقفلوها بيعملوا عليها اكس كده او صليبة كده. قلت طيب ادي الاخباط ما طلعوش من الانتخابات يعني موجودين على كل الصناديق، انا عايز الاخباط يبقوا موجودين فعلا. وانا بقول العظمة الشعب المصري ان المصريين المسلمين يتحدثون كثيرا اكتر من المصريين الاقباط عن الاقباط. ودي اللي ما يخوفكش على مصر، وده اللي ما يخوفهمش. انا بقول لهم ما يخافوش ولا يترعبوش ولا يقولوش احنا جماعه التفكير في الهجره، لانه لما تظهر جماعه التكفير والهجره يطلع على طول جماعه التفكير في الهجره. انا بقول ما حدش يخاف، مصر دي لينا كلنا. وانا بقول انه
انه الاقباط ما طلعوش بره الصناديق، الاقباط موجودين على كل صندوق وهم قافلين كل صندوق وحاطين عليه. لا ان شاء الله يكون وجودهم يعني اكتر من حقوق المواطنه، مش وجود رمز. هم ليهم وجود في الصناديق وكلهم موجود في البرلمان ويكون منتخبين. ويمكن اهم ميزه طلع بيها المصريين في هذه الانتخابات انه الاقباط خرجوا جميعا ليشاركوا، خرجوا جميعا. لكن انا مانيش عارف السؤال هي اصواتهم راحت لمين، لانه المفروض اصوات الاقباط كانت تظهر في الكتله او تظهر في الوفد. الحقيقه الوفد من البدايه خسر هذه الاصوات. ليه ما ظهرش؟ الناس بيتكلموا على 7-8 مليون واللي بيتكلم في 10 مليون، خليهم 5 مليون. ليه انت ما ظهرتش ابو 5 مليون؟ طب انا عندي سؤال. اتفضل. انا سعيد بخروج كل طوائف المجتمع طبعا للتصويت، بس هل خروج الاقباط يدفع بدافع او بتكليف من الكنيسه؟ وهل ده ممكن يكون صحيح، مساله القوائم اللي الكنيسه حاولت ان هي تدفع الناس او تدفع الاقباط الى دعمها؟ يعني تعليق حضرتك ايه في مشكلة مساله وجود الكنيسه كعنصر فاعل في الحياه السياسيه؟ هقول لحضرتك مشكله العقلاء في الكنيسه بيقول لك ان الكنيسه يجب ان تبقى عند حدود الدعوه، لا تمارس السياسه. وحتى كان بعضهم بيقول على البابا انه له مكانته وتقديره، لكن ما لهوش دخل ان احنا رحنا ثوره، رحنا مسبيرو، ما رحناش، متظاهرين مش متظاهرين، دي قضيتنا، ده شان يخصنا. هو يتكلم في اي شان يخص الكنيسه والدين والبتاع. انا يؤلمني ان يكون، وكان يعني مظهر من مظاهر التصويت الطائفي في الانتخابات في المرحله الاولى، كان ده موجود وكان مؤلم جدا. يعني كان احد المظاهر الرئيسيه في انتخابات المرحله الاولى انه كان في تصويت طائفي، انه في ناس راح تتكلم على الجنه وفي ناس راح تتكلم على النار، في ناس عامله قوائم في الكنيسه، او الكنيسه تبرأت الحياه من هذا الموضوع. الكنيسه تبرأت من الموضوع وبدليل انه في ناس اقباط كتير حطوا صوتهم للحريه والعداله. فعلا؟ انا ما اعرفش يعني ده لا، ناس مسيحيين طلعوا كده هوت على الشاشات وقالوا احنا حطينا صوتنا للحريه والعداله. ده شيء جميل. الناس في ناس بتقول لك شيء جميل عموما انه ما يكونش التصويت على اساس انا طائف. انا اتمنى انه ما يكونش كده. وبقول امال هم جابوا الاصوات دي منين؟ يعني المقاعد ديت اللي موجوده اللي انا عملت الاحصاء بتاعها ده لحضرتك، في مصريين بيقول لك انا مصري طالما بمارس السياسه مش مهم بقى ده مسلم ولا ده مسيحي، انا بحط صوتي للي انا عايزه وانا اللي بحدد ملامح مصر اللي جايه. هو بقى حط صوته اللي ايه؟ قال لك احنا زي ما ادينا فرصه للحزب الوطني طوال 30 سنه عايزين ندوا فرصه للي قالوا في حل ويمكن مصر تتغير على ايديهم. لولا بين قوسين كده. طب انا علشان وقتنا انتهى في دقيقه واحده، ما هي إمكانيات نجاح الحل الإسلامي في رأي حضرتك؟ ما هي فرص نجاحه باختصار؟ إذا الإسلاميين قدموا حلول معقولة واضحة بدون كلام هيقدروا؟ أتمنى أن هم إذا كانوا يعني موجودين. يعني أنا شخصيا أستاذ محمد أنا شايف أنه هيفشل لسببين أو لأسباب كتير، أهمها أولا أنه البلد حالتها صعبة جدا، في نفس الوقت اللحظة التاريخية ديت الناخب فيها سقف طموحاته عالي جدا ولا يمكن ارضائه. بس ده معناها انه اي حكومه ممكن تسقط. بالظبط. لا احنا عايزين ننجح اي حكومه هتيجي. اي حكومه أنا ولازم هتمر فتره لغايه ما الناخب يهبط بسقف توقعاته قليلا الى الواقع. لا انت على قد لحافك مد رجليك. مش شرط دلوقتي الناس عايزه تعمل يعني انا دلوقتي بعد الثوره كله عايز يمد رجليه. ايوه عايز يمد ايده، بس الايد قصيره والعين بصيره، ولا انا عارف بيقولوا العين بصيره والايد العين قصيره، العين بصيره والايد قصيره. انا دلوقتي عندك قماشه على قد القماشه بتاعتك انت. شوف الاحتياطي اللي بيتسرسب بتعبير المواطن البسيط واللي عمال ينزل من 35 الى 20، الله اعلم بكره يبقى كام على ما الانتخابات تخلص. فاحنا لازم نقف ورا اي حد، لان احنا طيب حتى لو انا مش قابله حضرتك هو اللي هياخد بايديا عديله. حضرتك تتوقع نجاح للتيار الاسلامي لو هو اللي شكل حكومه؟ هو هيبقى يعني على المحك وفي حاله اختبار هيجتهدوا. ارجو ان احنا كمان نساعد
لانه لو انا بقول لحضرتك انا بعدي من شارع من ناحيه الى الناحيه الاخرى في الشارع وواحد جه خد ايدي عديني ايا كان هذا الاحد فالمفروض ان انا ابقى معاه في النهايه لان دي مصر. استاذ محمد امين الكاتب الصحفي بنشكره على وجوده معنا الليلة وعلى هذا النقاش الحقيقة الثري كما عودنا دائما، وبنشكركم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وبنقول لكم لكل المحافظات اللي هتصوت في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة اجهزوا وجهزوا أصواتكم عشان أصواتكم تبقى عالية في الصناديق، ونشوفكم على خير يا رب. مصر بخير إن شاء الله. إن شاء الله تصبحوا على خير.